كانت هذه بعض الإجراءات. الآن نستعرض معكم بعض القضايا التي عالجتها النيابة العامة من تاريخ 16 مارس وحتى 20 أبريل. كان مجموع القضايا الواردة لفروع دوائر النيابة العامة في المملكة العربية السعودية قضايا عددها 13676 قضية. أنجز أعضاء النيابة العامة 10590 قضية. اتخذ أعضاء النيابة العامة ونفذ 312257 إجراء. كذلك القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية كان عددها 746 قضية. فيما يتعلق بقضايا التصوير ونشر المخالفات منع التجول كان عددها 485 قضية. القضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية كان عددها 508 قضايا. قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام كان عددها 41 قضية. وفيما يتعلق بخدمة المستفيدين عن بعد قدمت النيابة العامة 219 خدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين عن بعد. وفيما يتعلق بخدمة معكم عبر منصة أبشر كان عدد الشكاوى التي تم معالجتها 275 شكوى. النيابة العامة تعلن هذه الإحصائيات وتشارككم هذه الإجراءات لتؤكد توفيرها وتعزيز توفير الحماية الجنائية لهذه الإجراءات المتخذة، وتؤكد أن جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تحظى بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة حفظها الله. وكذلك نؤكد للجميع أن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين وبعون الله والتزام الجميع بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية سوف نجتاز هذه الأزمة بعون الله.